أكبر العلامات التجارية في العالم تتجه لاستخدام العبوات المعدة تدويرها. كشف تقرير جديد من مؤسسة إيلون ماسك آرثر الخيرية البريطانية أن الاستخدام العالمي للبلاستيك الخام من الشركات الصناعية قد بلغ ذروته، لكنه في طريقه للانخفاض بنحو الخمس بحلول عام 2025 بسبب زيادة توجه هذه الشركات نحو استخدام العبوات المعدة تدويرها مثل شركة نستلي بيبسيكو ويونيليفر. وتقوم المؤسسة بالتركيز على فكرة الاقتصاد الحلقي، حيث يتم الاحتفاظ بالموارد المادية قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة كبديل لاستخدام البلاستيك الخام، وهو عبارة عن راتينج بلاستيكي تم إنشاؤه حديثا بدون أي مواد معد تدويرها. وقد وصف ساندر ديفرويد الذي يقود مبادرة الاقتصاد البلاستيكي الجديد للمؤسسة الحد من استخدام البلاستيك البكر بأنه مهم للغاية، حيث تظهر بعض أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في العالم أنه يمكن القيام بذلك، ويظهرون أن نمو الأعمال يمكن فصله عن استخدام البلاستيك الخام. مؤسسة إيلون ماسك آرثر تقود ما يسمى بالالتزام العالمي الذي تم إطلاقه في عام 2018 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يضم 63 علامة تجارية موقعين للبيع بالتجزئة بما في ذلك كوكاكولا ومارس ولوريال، وهم ملتزمون بأهداف الحد من العبوات البلاستيكية لعام 2025. ووفقا للتقرير الجديد للمؤسسة، قامت العلامات التجارية وتجار التجزئة الملتزمين الآن بشكل جماعي بتخفيض استهلاكهم الجماعي للبلاستيك الخام بنسبة 1.2% بين عامي 2019 و2020، ويأتي ذلك بعد عقود من النمو المتسارع في استهلاك الصناعة للبلاستيك الخام، حيث نما سوق البلاستيك العالمي من حوالي 2 مليون طن متري في عام 1950 إلى أكثر من 300 مليون طن متري في عام 2015. ويقول التقرير أن التقدم في الحد من البلاستيك الخام لا يكفي لحل التلوث البلاستيكي، حيث لا تزال العبوات البلاستيكية تملأ الأرض، لكن هذا من شأنه أن يجنب إنتاج ما يقدر بنحو 8 ملايين طن من البلاستيك الخام كل عام، وتوفير 40 مليون برميل من النفط التي سيتم استخدامها لتصنيع البلاستيك الخام سنوياً. وقال متحدث باسم شركة كوكاكولا: في حين أننا فخورين بالتقدم الذي أحرزناه منذ أن أطلقنا برنامج عالم بلا نفايات في عام 2018، هناك المزيد من العمل الذي يمكننا القيام به، ونتطلع إلى المشاركة مع أصحاب المصلحة الخارجيين للارتقاء بعملنا إلى المستوى التالي. كذلك أعربت حوالي 100 حكومة وطنية عن دعمها لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية عالمية بشأن البلاستيك في شباط 2022 تحت إشراف جمعية الأمم المتحدة للبيئة.